نعمل كنقابة مع المتعاملين الصيدليين ومع الوزارات المختصة حتى تكون هناك وفرة مستقرة، لأنه للأسف في بعض الأحيان نلاحظوا تذبذبات في سوق الأدوية وندرة، وفي أغالب الأحيان ما تكون هذه الندرة مفتعلة من طرف أطراف اللي ممكن تفضل مداخلها وأرباحها الخاصة على حساب صحة المواطن، على حساب الصيادلة، وتلزمهم في بعض الأحيان بشراء كمية كبيرة من الأدوية مقابل العلب قليلة اللي يحتاجها المريض فعلا، وهذا الشيء غير مقبول في جزائر 2024. ونحن كنقابة سنواجه هذه الحملات، هناك مشروع ستعلن عليه النقابة في شهر جويلية إن شاء الله، راح يساهم في كشف هذه الأطراف ويوصل إن شاء الله صوت الصيدلي اللي يتعرضوا للابتزاز في كل مرة يحاولوا اقتناء فيها أدوية يحتاجها المريض، وهذا شيء غير منطقي وغير معقول، والنقابة ستواجه هذه الأطراف وهذه الشبكات اللي للأسف يعني راهي تنشط، بحط يعني لها منصات رقمية وتفرض منطقها التجاري البحث على الصيادلة. ومن هذا المنبر كذلك وجه للنداء للصيادلة أنهم عليهم أنهم يقاطعوا الموزعين اللي راهم يبيعوا بليباك واللي راهم يديروا لي فونت كونكوميتونت، وهذو الموزعين ان شاء الله النقابه ستقوم باعداد قائمه سوداء باسماء هؤلاء الموزعين، وستقوم بالاجراءات اللازمه ضد كل من يفرض منطقه التجاري على الصيدلي لتحقيق ارباح خاصه على حساب صحه المريض الجزائري.